شنو دارت الحكومة؟ اليوم هذا الأسبوع اللي مضى مشات كتوقف ضريبة مؤقتة على الضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء ورسم الاستيراد مزيان، ولكن علاش ما درتش على المفروقات اللي طالبنا بها؟ قلنا لا أودي مرحبا، كتقول لك ارتفاع الأسعار عنده علاقة بالمحروقات، عنده علاقة بالحرب الأوكرانية، عنده علاقة بارتفاع المواد الأولية الصعيد الدولي، وزادوا لنا حتى دابا في التصريحات الأخيرة عندها علاقة بالجفاف، عندها علاقة بالثلوج، عندها علاقة بانقطاع الطرق، يعني في نهاية المطاف الحكومة تقول كل شيء لا تقول شيئاً. ميدان المحروقات سمحوا لي زعما هذا الشيء حرام، دابا الثمن اللي كاين في روتردام ديال اليوم ماشي هو الثمن اللي خصو يتباع به المواطن. بلا انا ما نتكلمش على الفاروات اللي واقفين في الحدود ديال المياه الاقليميه، ملي كيرفع الثمن ملي كيرفع الثمن كيدخل يدون، وملي كيرتفع راه هو على برا. انا ما نتكلمش علاش، انا نتكلم قلنا احنا على الاقل مجلس المنافسه قال تكون ضريبه استثنائيه، ما بغاوش يديروا ضريبه استثنائيه. مجلس المنافسه قال هاد شركه المحروقات عندها التركيز وعندها الاحتكار تمشي تضرب على الشركه 40%، اقترحنا 40%، ما بغاتش الحكومه. واليوم كيجيو كيديروا النتيجه شنو هي؟ انتوا سمعتوا بايدن تكلم على 200 مليار ديال الدولار ديال الارباح ديال شركه المحروقات. كتبعوا النقاش اللي كاين في فرنسا على الشركه توتال اللي ربحات 19.7 مليار ديال الاورو، كتبعوا شال كل هذا النقاش. ولكن حنا النقاش ملي كنجيو نناقشوا هنا قال رانا نستهدفوا رئيس الحكومه، اسيدي خرج من هذاك القطاع وما نستهدفوش، ما يديرش ربط، ما يديرش اسيدي سلطه المال وسلطه سلطه النفوذ، اسيدي ما يديرش جهاز زواج المال بالسلطه، ما عندنا معاه حتى مشكل. ولكن ما يمكنش انه من 2020 2022 زادت في القيمه ديال فورميس من مليار ديال الدولار ل 2 مليار ديال الدولار، 80% عندها علاقه بشركه المحروقات. ونجيو للمواطن مزيان، انا ما عندي حتى مشكل نمشي نديروا المراقبه على المواطن ونديروها على البقال ونديروها على هذاك الخضار ونديروها على هذاك الجزار، مزيان مزيان نديروا السلسله كلها، وحنا عندنا مهمه استطلاعيه فيها، ومزيان اننا نديروا كاع سيدي هادشي الاسواق الاسواق الجمله نغيروا الانظمه ديالها. ولكن مزيان اننا نبداو من الفوق، حيدوا الاحتكار، حيدوا الريع. ملي جينا كنقولوا هادشي مع الاسف وزير الطاقه جات قالت لنا منا ملي كانت باقا وباقا، انا ما عندي حتى مشكل معاها من الناحيه الشخصيه، قالت لك ملي يكون كيتباع ب 8 دولار هو اللي كاين الحال دابا خصو يتباع للمغاربه بشحال؟ قالت خصو يتباع يعني ب 10.25 دراهم، وملي يوصل ل 100 دولار خصو يتباع ب 11.92، وملي يوصل ل 120 دولار خصو يتباع ب 13.59. اين نحن من هذه الاثمنه؟ اليوم اذا خدينا سبب ديال ارتفاع الاسعار هو المحروقات، ولكن السبب كيعرفوا الصغير والكبير. سير عند الدري صغير عنده 3 سنين كيمشي للحانوت يشري الحلوى بلا ما نقول السميه ديالها، كيجي كيقول لك بابا راه ارتفعت، هذاك الشيء اللي عطيتيني راه مابقاش قال درهم مابقاش كيسلكو. ملي كنمشيو عند الاسره اللي عندها مدخول نسبه ديال الفقر، كتعرفوا بان تزاد اكثر من 3 مليون اللي دخلوا في المنطقه ديال الفقر. ملي كنمشيو للموظفين نفس الامر. فاذا لا كان هادشي عنده علاقه بالمحروقات، حنا قدمنا مقترحات وقلنا اكثر من ذلك، مادام هاد طيفيه ولاتيك كنربحوا منها هاد المحروقات واحد جزء منه مشي نديروا به الدعم المباشر للمواطنين، وما درناهاش. ونقول لكم مع الاسف لان هذا الشيء بغينا نبداو، كاين تواطؤ كبير ديال الحكومه تطبيع مع الفساد. سي رشيد تكلم على القوانين اللي سحبت، صحيح عنوان اليوم النسبه اللي حنا واصلين هي 94 في 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 ادراك الفساد، و94 ما عمرنا وصلنا لها. ملي جا عبد الرحمن اليوسفي وحنا جايين وحنا جايين حتى وصلنا لسعد الدين العثماني وهبطنا هذاك الشيء حتى ل 87 حتى ل 86 حتى ل 78، دابا طلعنا الرقم وعندنا معدل كتب ديال 39، ما عمرنا حصلنا على هذا الرقم هذا. حنا المتاخرين في الدول العربيه وفي الدول الافريقيه وفي الميناء الى غير ذلك، واش هادشي معقول؟ هاد التطبيع كيبان في الحكومه، كيفاش غيقولوا لي؟ اربعه على الاقل اربعه ديال الوزراء عندهم تضارب مصالح. واش كتعرفوا هاد الشركه دنيو دابا اللي كيتكلموا عليها؟
لان وزير عنده اسهم. الا كانوا هاد الوزراء حنا غدينا الطرف الغرب مبغيناش نديرو كاع حتى شي تعديل وباغي نديروه على الجنسيه. سيدي ها هي الجنسيه على اللي عنده جوج على اللي عنده ثلاثه في هاد الحكومه. ولكن راه دابا كاين تضارب المصالح، ما يمكنش نهضروا مع المواطن نمشي نديروا له المراقبه والفوق ما كاينش المراقبه، حرام الدستور علينا جميعا. ثم مجلس المنافسه بالمناسبه فيما يتعلق بالمحروقات، قال لك انا والله لا قص هذا الشيء المحروقات لان تحرقات اليد ديال القراوي انا ما نقيسهاش. قال لك ولك غنقصها بشرط واحد هو يخرج القانون. خرج القانون في ديسمبر، قال لك والله لا قصة حتى يخرجوا المراسيم والحكومه حالفه ما تخرجش المراسيم، ربعه هاد المراسيم. ماشي هذا التواطؤ؟ كيفاش بغيتو نتوما المواطن انه يقول يقنع بانه ارتفاع الاسعار عنده علاقه بهذا الشيء؟ انا ما تكلمتش على اللحوم، شتي اللحوم هذا الشيء ديال الخضر عنده علاقه بالمغرب الاخضر، مخطط المغرب الاخضر حنا كنجنيو النتائج السلبيه ديالو. اللحوم كنجنيو النتائج السلبيه ديالو. والله ما عنده علاقه لا بالحليب المقطع الحليب ولا بكوفيد، عنده علاقه بمخطط المغرب الاخضر. وسيروا سولوا بغيتوا نعطيكم معطيات نعطيكم معطيات ان هذه اللحوم الحمراء في علاقتها بمخطط المغرب الاخضر كانوا كيشجعوا الفلاحين باش يستوردوا واحد النوع ديال الابقار وكيديروا له التوليد هذيك لانسيميناسيون ارتيفيسيال ثلاثه الانواع اللي هي منتشره لا البلجيكيه ولا الفرنسيه. النتيجه هو ما كتعطيش الحليب، ما كتعطيش الحليب، كتعطي اللحوم. ولينا مشكل الحليب ودابا حنا في مشكل ديال اللحوم. وبالمناسبه انا ما هذا الشيء اللي داروا لي لان هنا ما سمح لي ربما فت الوقت، لا باقي لي دقيقه. شوف هذا الشيء اللي كيتكلم عليه دابا، حنا هاد الحكومه غير تهضر ولكن ما تهضرش في اي شيء. وما ما يمكنش، اسمحوا لي اسمح لي السي بيتاس، ما يمكنش كل مره تقول لنا شي حاجه وتضحك فينا المغاربه وتاجج الوضع. ما عطيتش قلتي جوج دراهم كانت كتسوى 22 درهم، دزتي البصله دابا كتقول اللحم وكتقول انقطاع الطرق بالثلوج وهذاك السوق اللي عطيتينا بغيتي نعرفه ما عرفتش نسماه. حد العرب انا ما كنعرفوش. اسمحوا لي غنولي نكذبوا على المغاربه؟ اسمحوا لي. لا 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 كاين شي حاجه معقوله خصنا نقولوها للمغاربه. بغينا المغاربه انهم يتفهموا، خصنا نبداو بالفوق. بغينا يتفهموا نقولوا لهم المعقول. ما يمكنش هاد كما قال سي ادريس الحكومه مبغاش تخرج مبغاش دير كاع لجنه اليقظه اقتصاديه. كيفاش هاد تراجع مؤشر البورصه ب 19%؟ 129 مليار تسربات، فين هي؟ الله اعلم. بنك المغرب اول مره كيخرج باش 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 يشري سندات الخزينه 16 مليار ديال الدرهم. افلاس المقاولات 13000 مقاوله التي افلست. كيفاش؟ ولكن هذه الحكومه بارعه في التواصل، لا ماشي هي اللي بحقها اللي بارعه. هذوك يعني الكوارث ديالها هي اللي تتواصل بها. حنا ما عرفنا وزير الثقافه حتى شفنا طوطو. ما عرفنا 19 خنزير وشنو مكتوب فيهم حتى شفنا وزير كيصرح بهم. وما عرفنا واحد الوزيره حتى شفنا راجلها كاينه معاه في الديوان. وهذا الشيء باش معروف؟ قولوا لي شي حاجه باش معروف؟ باش معروف هذه الحكومه؟ يجي وزيره في وسط البرلمان وتقول لك انا راه في الحقيقه راني انا اشفق عليها كما اشفق عليها السادة الرؤساء. تقول لك انا ما عندي علاقه بالموضوع، ماشي اختصاصي، ما عنديش اختصاصات، ما عندهاش. صحيح ما عندهاش في مرسوم الاختصاصات ديالها، ولكن اكبر منه انها ربما قيل لها بعدي على هذا الموضوع. والدليل انها جات هنا في هذه البلاصه اللي جالس فيها السي ادريس وقالت ها المخزون اللي عندنا من الغازوال ومن الليسونس ومن كذا الى غير ذلك. فاتصل بها وقالت هاد الارقام اللي قلت لكم، ملي يكون الدولار 80 دولار خصو يتباع ب 10 دراهم المغاربه. فاتصل بها مشات دارت نوه صحفيه في الوزاره ديالها وانكرت كل شيء. اذا اتصال بها كيقولوا لها ما تدخليش في هذا الشيء. هاد المحروقات خط احمر ما يهضر فيه حتى واحد. لا ما يمكنش، هذه ما يمكنش نهائيا. وما كفاهمش هذا الشيء، انا ما غنتكلمش على حتى الاسكات بعض الاصوات في البرلمان، هذا حرام. حنا راه انتفضنا قلنا هذا الشيء ما يمكنش.
فيما يهضرش واحد الاغلبيه يقول شي حاجه ديال الحقيقه يمشيو ينزلوا عليه بالبيانات وهذا وحيدوا له كاع داك الشيء اللي عنده كصلاحيات. ايوا صافي وقف هذا البرلمان. ما حناش امام يعني كنقول لا لا غادي نستالين. فلذلك هذه الحكومه في الختام عندها هاد 5 سنوات عندها 10 ديال الدورات، دوزت 3 دورة أكتوبر العام فايت، الدورة الخريفية، الدورة الربيعية، ودابا الدورة خليني نقول لكم أنا ما سأصدقكم القول عندها 3/10 كمعدل الآن. هذا عندها 3/10 لأنها كتطبع مع الفساد كتستهتر بنا، لأنه ما معنى وراه قالوا حنايا زعما فعليا غنمشيو في هادشي. ما معنى أنا رئيس الحكومة دابا أي واحد فيكم ما دخل لهذا البرلمان حتى حط البطاقة ديالو وجا يلغي، علاش؟ لأن قانون. حتى واحد فيكم ما يمكن يحرق الضوء الأحمر لأنه عنده الجزاء. حتى واحد فيكم ما يمكن له يدير شي حاجة خارج القانون لأن كاين الجزاء. ورئيس الحكومة اسمحوا لي نقولها لكم بها أختين، رئيس الحكومة ما كيحترمش الدستور. كيقول له المادة 130 خصو يجي كل شهر أصر ويجي كل شهرين ضدا على الدستور، ضدا على قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، ضدا على نقاط النظام ديالنا، ضدا على كل شيء. أنه ما باغيش يحضر. واسمحوا لي إذا ما بقى حدا أمامنا من غنشتكي؟ عندنا الفصل 41 و42 غنمشيو لجلالة الملك لأنه هو الحاكم بين المؤسسات. لأن هادشي اللي بقى لنا ما يمكنش. أنت دابا هذا دابا عام حيد الشكل. أما الموضوع أنا نقول لكم الموضوع ديال الأسئلة العامة لحد الساعة ماشي ديالنا. كيقترحوا هو كنقولوا له امين ومازال نقولوا له امين، غير اقترح السؤال اللي بغيتي تهضر فيه، اللي كتقنوا، اللي بغيتي تتواصل به مع المواطن اجي نديروه كسؤال ديال السياسه العامه. ولكن ما يمكنش. فاذا هذه الحكومه للاسف الشديد لا توجيهات جلاله الملك. حنا حصينا سيدريس، حصينا سيدريس السي رشيد توجيهات الملكيه. دابا ملي جات هذه الحكومه كاين 5 الخطابات ديال جلاله الملك، 43 توجيه اللي دار في هاد الخطابات ديال جلالة الملك 5، ولا واحد اللي تنفذ. ولكن غنبقى غير 5 اللي هما معروفين تكلم عليهم السي ادريس. المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية، كنا في هذا المشكل احنا باقيين فيه. تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بمغاربة العالم، ما كايناش. إصلاح المندوبية السامية، احنا غادي الإحصاء السكان والسكنة في 2014، الإصلاح ديال المندوبية ما كاينش. المؤسسات الدولية كتعزم ديال هادشي. رجالات الملك في 2 الخطابات الافتتاح وهذا كيتكلم على معيقات الاستثمار، كيقول هناك لأسباب شخصية. وقلنا الحكومة اش دارت في رفع هاد المعيقات؟ ولا شيء.